100 مليون شجرة في شوارع مصر، ده حلم تبنته الدولة المصرية، وأيضا حملة انطلقت للنور. الحملة دي سبقها عدد كبير من المبادرات الشابة زي مبادرة شجرها اللي بتستهدف زراعة 27 ألف شجرة مثمرة في الشوارع المصرية بالتزامن مع عقد مؤتمر المناخ 27 واللي هتستضيفه مدينة شرم الشيخ. صاحب المبادرة هو المهندس عمر الديب اللي موجود معانا دلوقتي في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور، ازيك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. خلينا في البداية نتكلم عن حلمك في زراعة شجر مثمر في الشوارع المصرية. الشارع اللي فيه شجر درجة الحرارة فيه عاملة ازاي، والشارع اللي ما فيهوش شجر ايضا، وازاي بيأثر وازاي بيعمل توازن بيئي؟ يعني ادينا شوية معلومات كده. طبعا دي نقطة مهمة جدا وخطيرة. يعني الشارع اللي ما بقاش فيه اشجار طبعا تبقى درجة الحرارة فيه بتبقى عالية جدا، انما الشارع اللي بقى فيه اشجار ده ممكن تقل فيه درجات الحراره عن 7 درجات مئويه، توصل درجه الحراره انها تقل 7 درجات مئويه. واحنا فكرتنا كمان بقى ان احنا من 2016 بننشر ثقافه زراعه الاشجار المثمره والخشبيه في الشوارع وفي المدارس والاماكن العامه، والحمد لله عملنا فعاليات كثيره جدا، اكثر من 400 فعاليه ناجحه الحمد لله. زرعنا اكثر من 100,000 شجره مثمره في 16 محافظه في مصر، والحمد لله بقى لينا متابعين وناس انضمت لينا من دول عربية مختلفة الحمد لله. وحاليا احنا اطلقنا اخر حملة لينا، هي حملة زراعة 27,000 شجرة قبل المؤتمر المناخي اللي بتستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كلمنا كمان عن الشباب اللي استجابوا لدعوتك وكانوا معاك امبارح في انطلاق الحملة، بدأتوا بكام شجرة؟ احنا امبارح كان الاول فعالية رسمية في الحملة بتاعتنا، زرعنا 150 شجره مثمره. يمكن زي ما احنا شايفين كده متابعين في الفيديو المعروض ده من الفعاليه بتاعت امبارح، زرعنا حوالي 4 أو 5 انواع مختلفه ما بين ليمون وبرتقان وجوافه ومانجا. يعني في تجاوب كبير جدا، يعني امبارح كان في 200 متطوع ما بين اطفال وسيدات وشباب. لا كان تجاوب كبير جدا، واحنا الحمد لله من ساعه ما اطلقنا الحمله في يعني حوالي 300 فرد مالوا الابلكيشن بتاع الحملة، ده غير المؤسسات والمنظمات والهيئات اللي حابة انها تشترك معانا وتنضم للحملة الفترة اللي جاية ان شاء الله. واحنا نفسنا نوصل ان احنا نخلص ال 27,000 شجرة قبل المؤتمر المناخ، ونعرض التجربة بتاعتنا ان شاء الله في المؤتمر، ونعدي الرقم ده بكتير باذن الله. طب انا برضو يعني لقيتك قايل شجر مثمر، ليه اصرارك على شجر مثمر؟ طب انا لو زرعت شجرة غير مثمرة ولكن هي بتديني ظل، بتديني نوع من انواع التوازن البيئي، هتفرق ايه؟ وايه هدفك في ده؟ عايز توصل لحاجه معينه؟ الاشجار المثمره يعني طبعا الثمار بتاعتها بيستفيد منها كل الناس، واحنا هدفنا منها انها تبقى صدقه جاريه، واي حد ماشي في الشارع يستفيد من الثمار بتاعتها. زي ايه؟ اديني امثله. يعني احنا بنتكلم في حوالي 5 انواع احنا قايلينهم في المبادره، الزيتون والموالح والمورينجا، بالاضافه الى انواع خشبيه زي النيم والمهوجني. ودول طبعا بيأثروا في ظاهرة الاحتباس الحراري، بتقلل الظاهرة دي جدا يعني، وبتحل مشكلة التغيرات المناخية بشكل أو بآخر. وطبعا بنحاول نقضي على الفقر والجوع عن طريق زراعة الأشجار المثمرة دي، بحيث إن الناس تقدر تاكل من الشوارع أو من مكان عام بدل ما تمد إيديها وكده يعني. فطبعا موضوع الأشجار المثمرة الحمد لله يعني نجح بشكل كبير جدا، وإحنا قدرنا نغير الثقافة دي من 2016 لغايه دلوقتي، وبقى في ناس كتيره بتزرع. يعني يمكن انا دلوقتي ساكن في مدينه العبور، الحمد لله يعني تمشي في الشوارع بتاعت مدينه العبور معظم الشوارع بقى فيها اشجار مثمره، فمعنى كده ان الثقافه بدات تتغير بشكل كبير جدا. وفي المحافظات كلها الحمد لله يعني الموضوع مش كمان زراعه اشجار، لا ده الناس بدات تزرع في البلكونات والاسطح، الخضروات بقى والنباتات الطبيه والعطريه، كل الحاجات اللي احنا نقدر نستفيد منها في اكلنا اليومي، وطبعا ده بيساهم بشكل كبير جدا في الاقتصاد بتاعنا. يعني احنا بنساعد نفسنا ان احنا ناكل من عمل ايدينا، ما بننتظرش ان احنا نستورد اكل من بره او حد يجيب لنا اكل من بره، لا احنا بنفسنا اللي بنزرع اكلنا بنفسنا، وكمان يبقى اكل صحي اورجانيك خالي من المواد المسرطنه، وده طبعا علشان صحه الشعب المصري تبقى احسن واحسن ان شاء الله، سواء صحته النفسيه او صحته جسمانيا، ان الواحد يبقى جسمه افضل وما نحتاجش ان احنا نروح مستشفيات، وده كله يعني هي منظومه متكامله
يعني هنوفر صحتنا تبقى احسن، ما نروحش مستشفيات، انتاجنا وعملنا يبقى افضل وافضل ان شاء الله. ان شاء الله طبعا هي مبادره مهمه جدا، ونتمنى ان انتم كمان تكونوا يعني تلحقوا تزرعوا 27,000 شجره قبل مؤتمر المناخ كوب 27. نشكر المهندس عمر الديب مؤسس مبادره شجرها لزراعه الاشجار المثمره.